ومعكم على لا تبع السعادة عليكم ولا تبع الأمل عليكم. وطبعا زي ما انتم شايفين وسط احمر من مدعكة امبارح كانت مدعكة جامدة جدا. قعدت 10 ساعات في المية وخدت شمس ودراعي دي قادر ارفعها فوق فالحمد لله يعني ارفعها فوق. خلينا في المهم، عايز اقول انت ما اديتليش اهتمام، انت ما اديتليش قيمة، ما اديتليش احساس الا خليني انا كعجيب اهتم بيك، الا خليني انا كعجيب كل يوم ان انا اعتمد عليك وكل يوم اصبح عليك. انت كنت انت او انت ما عبرتنيش ولا اديتلي قيمه. ما تفهموش الحياه غلط يا جماعه، الحياه اخذ وعطى، الحياه تخرج تدي. انا صبحت عليك انت صبح عليا، عبرتك عبرني. اما تقول لي انا مجهول واكلمك بعدين وفي الاخر توقف كلام معايا خالص، يبقى ترد فيك وترد في الصداقه، ترد فيك ترد في الصداقه. تمام؟ وعايز اقول يعني لازم كل شخص او كل واحده او كل ست او كل بنت او كل شخص لازم كل واحد يراجع نفسه من اللي بيعمله. ولا كده ولا هبقى في محبه ولا هبقى في اخوه ولا هبقى في اي جفت، ولكن كل واحد يراجع نفسه. شكرا.